متقدمة ودعوة الفاعلين الأساسيين من مجالس منتخبة وممثلي السلطة المركزية على مستوى كل جهة للعمل سوية في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق والتعاون في كافة المجالات. ويمثل تنصيب السيد محمد فني كأول والي على جهة قرع التافلات بمجالها الجغرافي الجديد يشكل ويمثل حدثا بارزا بالنسبة لهذه الجهة المحددة ذات الأهمية التاريخية البارزة. فبلاد التافلات تشكل مدى الدولة العلوية المجيدة، وهي إلى جانب واحة قرع تمثل حصنا حدوديا متينا وتزخر بخصائصها الثقافية والمرجعية في بلادنا. ولا شك أن إحداث هذه الجهة بخصائصها الطبيعية والبشرية سيسمح بوضع البرامج التنموية المناسبة للارتقاء بها والدفع بها للاستفادة من أسبقية من صندوق التضامن بين الجهات. ومن ناحية أخرى فإن هذه الجهة تشكل بوجهها الجوي وهياكله المنتخبة حديثا لحظة استبدائية تتوج مسار بناء سياسي ومؤسسات أصلا معالمة وحدد خارطة الطريق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونصره الله وأيده انطلاقا من مرجعية دستورية تنص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة قوامه تتميم التراكمات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف بها دوليا بتميزها في المنطقة وبنجاح ناجح التنموي ومسيرتها الديمقراطية. حضرات السيدات السادة، تجسد شفافية ومصداق المسلسل الانتخابي الأخير وكذلك القوانين التنظيمية المؤسسة للجيل الجديد للجماعات الترابية نقلة نوعية في بناء الصرح الديمقراطي الحداثي. هذه النقلة التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطاب 20 مارس 2015 للثورة الجديدة المتعلقة بتطبيق الجهوية المتقدمة التي نريدها عماد المغرب الوحدة الوطنية والترابية والتضامن بين الفئات والتكامل والتوازن بين الجهات انتهى منطوق الخطاب الملك السادس. وفي هذا السياق فقد سجلت بلادنا بافتخار ما بلغته ممارسة الديمقراطية المحلية خلال الاستحقاقات الأخيرة من ارتقاء كبير بفضل الحكامة الجيدة التي ميزت تدبير المحطة الحاسمة المتمثلة في انتخابات الممثلين المنشورين والغرف المهنية والمجالس الجمعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس المستشارين كمحطة أخيرة. وقد جرت هذه الاستحقاقات في ظل ضمانات مكنت الناخب من التعبير الحر على إرادته، وهو ما أكده جلالته حفظه الله في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة في 9 أكتوبر 2015 الذي جاء فيه أن الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطية عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول. انتهى من طرق خطاب الملك السادس. حضرات السيدات السادة، إن نتائج الإصلاحات البنيوية التي سنها المغرب تبقى رهينة بحسن تنزيلها وترجمتها على أرض الواقع وبالنوخة المؤهلة لتفعيلها العمل، وهو ما يفرض على المنتخب المحلي الذي يحظى بشرف السهر على تدبير مؤسسات الجيل الجديد للحكامة الترابية ضرورة الاعتماد على منهجية ديمقراطية متشاركية مع مختلف الفئات.
مردودة على منتخبها بالنظر للسلطات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها المجالس الترابية في ميدان التنمية قصد النهوض بأوضاعها، خاصة تلك التي تقطن بمناطق بعيدة أو المعزولة والتي تنتظر التخفيف من معاناتها. تفعيلا لما ورد في نص خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وليه بمناسبة الذكرى 16 من العشر الهجري بتاريخ 30 يوليو 2015 الذي جاء فيه: رغم التطور الذي حققت بلادنا فإن ما يعز في نفسي، هذا قول جلالة الملك، تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات وببعض القرى في السهول والسواحل. انتهى منطق الخطاب الملكي السابق. وبقدر ما وجد استهداف هذه الشريحة بمشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الماء أو الكهرباء الطرق القروية وغيرها، بقدر ما وجد تتميم المؤهلات المجالية للجهة عبر إنجاز مشاريع تنموية منبثقة من واقع المنطقة المعروفة بطاقاتها الاقتصادية والسياحية الواعدة، فضلا عن تراثها الثقافي واللامادي ومواردها البشرية المؤهلة لتحقيق إقلاعها الاقتصادي والاجتماعي بالشكل الذي يستجيب لتطلبات أبنائها في توفير فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية. تنسيق النائب مع الجماعات الترابية المنتخبة باعتبارها الممثل المباشر السابق، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قوام التعاون والتشاور والإنصات المتبادل في احترام الزام الاختصاصات المفقودة لكل طرف لتفعيل دوره الدستوري المتمثل في مواجهة ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية في السبيل. إن الجهة الجديدة لمؤسسة الجهة تفرض على المنتخبين المحليين وعلى مسؤول الإدارة الترابية على حد سواء تكفير كافة الآليات التشاركية الكفيلة بجعل المواطن محور وهدف كل السياسات الحكومية. خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير والشعب الذي اكل فيه، فسواء تعلق الامر بنجاح الجهوي او بالحفاظ على الامن والاستقرار، فان القاسم المشترك هو خدمة المواطن المغربي من اجل جعل الادارة في خدمة المواطنين. ويعتبر السيد محمد فني من الاطر الاكثر تجربة بالادارة الترابية، تقلد خلال 37 سنة